استنادا الى توجيهات المراجع الامان العام لمجلس الوزراء بالعمل على تطبيق البرنامج الحكومي ولطول فتره اقامه النازحين في مخيمات النزوح لسنوات، التوجيهات انه تتبنى الحكومه مشروع تصوير المخيمات النزوح خلال هذه الدوره الحكوميه. عزمنا على تهيئه الاسباب لعوده النازحين الى مناطقهم. كانت التجربة الأولى في مخيم جدعة 6 ومن ثم مخيم النمرود ومخيم الحاج علي. الحمد لله تم غلق مخيم الحاج علي جدعة 6 بالإضافة إلى مخيم النمرود بشكل تام. من المفترض أن يتم غلق مخيم الحاج علي بعد يومين، يوم الاثنين القادم بعد غد إن شاء الله. التوجه اللي حصل أنه حالياً نستهدف باقي المخيمات بنفس الإجراءات، لأن زيارات متكررة على مناطق غرب الموصل اللي هي أغلب أهلها موجودين في مخيمات النزوح لتأمين الحاجات والمتطلبات الأساسية من الخدمات الأساسية، الطرق، الماء، الكهرباء، بالتنسيق ويا باقي الدوائر والمنظمات لغرض تقديم الخدمات اللي يحتاجها المواطن في تلك المناطق.